السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الغني الأخ ديال المرحومة مديحة الله يرحمها، يوميتي أنا وبناتي في تركيا. الآن إن شاء الله متوجهين للمطار، هذا كله بالفضل ديالكم، وكنت كنشكر المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، جزاهم الله الخير، وشكرا بزاف الوزارة الخارجية والقنصلية المغربية في إسطنبول والسفارة المغربية في أنقرة، جزيل الشكر. وكنوجه لهم من هذا المنبر يعني كامل الاحترام والتقدير اللي داروا معنا والجهد اللي بذلوه معنا. الله يرحم الوالدين الجميع، ان شاء الله تسناو معنا يعني المستجدات الجديده، يعني انا نصور معكم لحظه بلحظه. ومن هذا المنبر عاوتاني كنبغي نقول لدوك الناس اللي كينشروا ادعاءات كاذبه على الاخت ديالي او على الزوج ديالها او على الاخت السوريه ام يارا، الله يهديكم، وحاولوا لبيع حتى شي منشور يعني سيده ماتش الله يرحمها، يعني ترحموا عليها بالرحمة ومغفرة، و يعني كلمة طيبة أحسن من تقول في الكلام لا معنى له. وشكرا مرة أخرى للجميع، ومن المنبر عاوتاني كنبغي نشكر الأخ يوسف نيوز مغاربة، دوك الناس اللي عمرها دار وقفوا معنا ومن وسط الصوت ديال الأخت هادي، وباقي معنا متابعين معنا الملف من الأول. وشكرا نيوز مغاربة اللي وصلوا الصوت ديالنا ووقفوا معنا لحظة بلحظة، يعني من الصباح وبقاو يجريو معنا وكيمشيو معنا، والله يجازيهم بخير. الأخ يوسف الله يجازيه بخير، والأخت حنان أنطاليا كذلك اللي تواصلت معايا الصباح هذا وسولتني مع عاش غادي نكون في إسطنبول ومع عاش غادي نطلع أنقرة، وإن شاء الله قطعت هي جاية تيكيت، الله يجازيها بخير حتى هي جاية باش توقف مع ولد بلادها ومع بنت بلادها. وشكرا للاخت قناتي ام العرب، الله يجازيها بخير، حتى هي ساعدتني بالقسم الله وقفاش معايا، وخا حتى هي على قد الحال كانت عزيزه على الاخت ديالي، والاخت ديالي كانت حتى هي كانت عزيزه على ديك السيده. انا حاليا ندخل الطياره اخويا يوسف، شكرا لك كامل الفضل ديالك اخويا يوسف، الفضل ديال الاخوان المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، شكرا لك بزاف خويا يوسف، شكرا لك بزاف، شكرا لك بزاف. مغاربه نيوز الله يكثر خيركم، وزارة خارجية والقنصلية والسفارة كامل يدوقوا معنا في الموضوع، والأخ ديالنا اللي في السفارة الله يكثر مشالو اللي عنده غير على بلادو، الله يجازيه بخير حتى هو يا ربي، شكرا لكم كاملين يا ربي. دابا غنخوض الطيارة خويا يوسف، إن شاء الله ما يكونش الجديد أنا معك بيه، نتمنى من الله تتابعوا القناة يا ربي وكل شيء يكون بخير وعلى خير، وادعوا الأخت ديالي بالرحمة والمغفرة يا ربي.